أول هاتف بالعالم بهذه المعايير. هاتفنا اليوم المتوسط هو من أوبو A3 Pro، يتميز بشاشة مقاس 6.7 إنش Full HD Plus تحديث 120، مزود بمعالج Dimensity 7050 تقنية 5 نانومتر، وهذا المعالج يكافئ الجيل الأحدث من كوالكوم فئة الستة. ذواكر عشوائية لعلى 12 نوع الـ LPDDR4X، وتخزين لعلى 512 نوع الـ UFS 3.1، مزود بطارية 5000 وشحن 67 واط. كاميرات خلفية 64 ميجا بكسل واثنين للعزل، والأمامية 8 ميجا بكسل، وتمكنك من تصوير لغاية 4K لكل 30 إطار بالثانية الواحدة. لكن يميز هذا الجهاز هو 3 معايير لمقاومة الماء اللي هي الـ IP66 68 و69 حسب اختبارات الشركة، انه قدر يتحمل الماء الساخن والمغلية يعني بشكل عام، وضغط الماء عند الـ 100 بار لمدة نصف ساعة، بالإضافة إلى استخدام الشركة الزجاج الكريستال المقاوم من الخلف والأمام، واجتياز اختبارات العسكرية في الصين، حصوله كأول هاتف من جهاز السويس SGS لمقاومة السقوط. هذا الجهاز كله يعتبر أفضل جهاز متوسط بهذه المعايير. جهاز سعره بالصين لأعلى نسخة 345 دولار، ممكن نشوفه بأسواقنا العراقية على شهر 6، ولكن ما نعرف السعر النهائي. فأنت شو رأيك؟ هل تأخذ جهاز متوسط بهذه المعايير؟ وشن رأيك بأجهزة أوبو؟ تركنا تعليقك ولا تنسى متابعتنا ومشاركة هذا الفيديو. في مالك.